ادعموا الزراعة في محافظتنا فهذا واجبكم. بهذه الهتافات عبر فلاحو محافظة المثنى عن غضبهم مما وصفوها بالشروط التعجيزية لتنفيذ الخطة الزراعية الصيفية التي وضعتها الحكومة الحالية. ممثلون عن آلاف العائلات المهددة بالجوع في المحافظة أوضحوا أنهم مستاءون من عدم توفير الجهات الحكومية المستلزمات الأساسية لإنفاذ الخطة الزراعية الصيفية. الخطة الصيفية أقرها مجلس الوزراء واللجنة الزراعية بالبرلمان، أقروا الخطة الزراعية وإلا اختناء مرشات. أغلب الفلاحين ما عندهم مرشات، 10% اللي يختنون المرشات، 90% ما عندهم مرشات. شلون راح الفلاح يوفر المرشة ب 70 مليون 80 مليون؟ لا أنت موفر له قروض ولا موفر المرشات بالأسواق المحلية ولا عند الدولة. والفقرة والأهم نقطة هي سبب المشكلة اللي صارت، هم مدراء عامين في الوزارات، هم سبب المشكلة بقرارات غير مدروسة. ثانياً أنت يا رئيس الوزراء ويا وزير المسؤول عن القطع، انت موفر مرشات؟ ثانيا معامله المرشات، خلي يجي واحد من عتوم يشوف المعامله وروتينها الممل القاتل. موسمين يمكن ما تكمل المعامله مالتك وانت تقطعها عني من هسه. ثانيا مرشه ما موجوده بالاسواق ولا قروض موجوده لها، شلون تداعيني بيها وانت ما موفرها بالسوق؟ وكما جرت العادة يقول مسؤول قطاع الزراعة في المثنى إنه استلم شكاوى الفلاحين المتضررين على أن يتم إرسالها إلى الجهات المعنية. احنا بدورنا استقبلنا الفلاحين ونحس بمعاناتهم والمشاكل الموجودة، بوبناها استلمنا الطلبات وبدورنا راح نرفعها لمراجعنا بوزارة الزراعة ومحافظة المثنى. حلول عاجلة وفعالة لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي في المثنى، هذا ما ينتظره فلاحو المحافظة من الحكومة، وإلا فإن البديل هجرة جماعية للفلاحين خارج مناطقهم التي تعاني أصلاً من الجفاف وانتشار البطالة.